السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم نقدم لكم واحد البانكيك بالليمون، كيجي زوين كيجي رائع. يلا معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديالو. احبها اي والله اني احبها واغنيها ودها وبس ود القلب ما يدفيها. تحبها اي والله اني احبها واغنيها ودها وبس ود القلب ما يدفيها. اسمعها فيك. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ بانكيك بالليمون كيجي زوين وسهل وسريع، يعني ما فيش بزاف ديال الوقت. كنحتاجوا فيه يعني 3 ديال المعالق ديال السكر سنيدة، عندي واحد البيضة، عندي تقريبا واحد كاس ديال الليمون، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، جوج طاشيات ديال الخميرة ديال الحلوة، وشوية ديال القشور ديال الليمونة او حامضة اللي بغيتو، اي نكهة بغيتو. هنا عندي تقريبا جوج كيسان عامرين ديال العنبة، هادشي كلشي العبار ديال العنبة، جوج كيسان عامرين ديال الدقيق مهربل. نبداو ان شاء الله على بركة الله، وجوج طاشيات ديال الخميرة وقلة قلتها لكم. نبداو ان شاء الله. ندير الزيت، ندير القشور ديال الليمون. الا ما عندكمش ليمون او ما بغيتوش ليمون، تقدروا ديروا بلاصه الليمون ديروا الحليب، يعني اختيار اللي يعجبكم. اخويا هاد الدقيق تا هو ماشي مشكل، اي واحد يقدر يوقع في هاد الغلط هذا. المهم غندير الدقيق هنايا وغنخلط شويه شويه. جوج طاشيات ديال الخميرة حتى هما تنظر وجهي ولا ترى يا جاروكا مسجون كسرحو تفوز بحسناتو. الحق القوي الوكيل نترجح الموم عرضه يشفي ذاتي من الضرر وينجيني من الزمان وغلباتو. لا ينار الحب في عضايا تلهب وتزيد كل ساعة يزداد جمرها شعيل واللي تلف ساكني هواه
ما شعلت في عضاه نار ما ضاق الحب ما كواوه جمراتو مجدت ومداح صورتو ورغبت وحزرت صبت طبع الجافي يا لايمي بخيل حتى شي ما فادني معاه يا بس قلبو كما الحجر حتى حيلات ما يغلبو حيلاتو مثل الجاحد عامي البصيرة من لا يدري فنون عقلو مطموس الباخس الرديل من جهلو يا لايمي عماه عمرو ما جالس الحبر من فازو بالقريض يعطي ونعاتو شكرا لكم بزاف 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 على المقابله، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.